تجسيداً لنهج متأصل قائم على العطاء وامتداداً لمنظومة قيمية أساسها التعايش والتسامح والوقوف مع الإنسانية في أي بقعة من العالم. تقدم الإمارات برامج مساعدات إغاثية وإنمائية بمناطق عديدة من العالم من خلال منظومة مساعداتها التي تشكل جزءاً مهماً من مسيرتها للخمسين، وذلك في قطاعات مختلفة تطال البنية التحتية والتعليم والصحة والغذاء، لتصب كلها في مكافحة الجوع والقضاء على الفقر وتحسين مستوى معيشة الشعوب. في اليوم الدولي للقضاء على الفقر الذي يصادف 17 من أكتوبر كل عام، تجدد الإمارات رسالتها الإنسانية بالقضاء على الجوع والأمراض والفقر عبر تنفيذ مشروعات تنموية تصب في مصلحة عشرات الدول والمجتمعات الأقل حظاً حول العالم، كبناء المساكن والمستشفيات وشق الطرق وبناء محطات الكهرباء وحفر الآبار وغيرها من المشروعات التي تسهم في استدامة توافر الموارد الأساسية في تلك الدول. تتبوأ الإمارات المراكز الأولى عالمياً ضمن أكبر الجهات المانحة للمساعدات الخارجية في العالم قياساً إلى دخلها القومي، حيث بلغ إجمالي قيمة المساعدات الخارجية التي قدمتها خلال الفترة منذ بداية العام 2021 حتى منتصف أغسطس الماضي نحو 13 مليار درهم، واستهدفت قائمة من الدول المختلفة في ترجمة واضحة لشمولية الدعم الإماراتي للمشاريع والاحتياجات الإنسانية حول العالم دون النظر إلى البقعة الجغرافية أو العرق أو اللون أو الدين عبر العديد من المؤسسات الممولة من قبل الحكومة. فمنذ تأسيسه في عام 1971 يواصل صندوق أبوظبي للتنمية مسيرته الريادية بتحقيق إنجازات نوعية أسهمت في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمجتمعات 103 دول من مختلف قارات العالم بتمويلات إجمالية تصل إلى 117 مليار و420 مليون درهم. ومن جهتها قدمت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد العالمية مشاركات دولية متنوعة، من أبرزها مبادرة المليار وجبة، فضلاً عن مبادرات أخرى تهدف إلى تعزيز التعليم عبر منصة مدرسة التعليمية الإلكترونية المجانية. وخلال السنوات الأخيرة التي شهد فيها العالم أزمات وكوارث عديدة أفضت إلى تردي الأوضاع الإنسانية، كانت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي حاضرة بكل قوة في تلك الساحات عبر برامجها الإنسانية وعملياتها الإغاثية التي ساهمت بتوفير احتياجات الحياة الكريمة لملايين المحتاجين على وجه المعمورة.